سهرة مفتوحة يقدمها طاهر أبو زيد. هذا الرجل أحد أبطال الكوميديا في العالم العربي، هو ممثل كوميدي شهير، وهو لا يثير جو الإضحاك على المسرح فقط أو في السينما فقط، ولكنه يثيره حوله حتى كإنسان. أيها السادة، السهرة المفتوحة الليلة مع الكوميدي الضاحك الفنان محمد عوض. مساء الفل. يا اهلا. انت صوتك جاي عريض كالمعتاد يعني، لكن كمان مفحوح شويه. من المسرح. من المسرح. كل يوم 4 ساعات. ضح. يا لودو اللي ضح. 3 ماتشات كوره. الماتش بيبقى 1:30، ده بقى 4 ساعات، يعني 3 ماتشات كوره. فكويس قوي يعني، اللي فاضل يعني رحيق في الصوت، كويس قوي. يعني بتطلع هلكان من المسرح. للغايه. طب مبدئيا ممكن تطلع لنا بطاقتك وناخد بعض المعلومات عنك، اسمك وسنك واتولدت فين والى اخره. محمد عوض ناصر، عشان تبقى رباعي يا سيدي، يعني زي ما اتكلم. تاريخ الميلاد 12/6/72. ليه جاي على روحك كده ليه؟ يعني عشان ابقى عيل. متزوج ويعول. يعول كام؟ 3. ربنا فين العدو؟ ربنا يخليك. ربنا يخليك. عادل، علاء، عاطف. اكبرهم؟ عادل. عادل. علاء، عاطف. ما جابش بنات يعني؟ مش عارف. مش عارف يعني ايه؟ مش عارف. يعني حاولت في الحقيقه. بذلت اقصى جهد. ما انتش عارف تجيب يعني. مش عارف اجيب بنات. بذلت يعني كل اللي عملت اللي عليا. وباقت محاولاتي بالفشل. وهم 3 يعني، بحاول ما يبقوش 4 يعني بالنسبه للمسرح. المسرح عاده يعني بيبقى 3 فصول. وقلت بقى 3 عيال يبقى كفايه. كل واحد منهم فصل. فصل بايخ. فصل بايخ. افتكر البطاقة خلصت كده. البطاقة خلصت. وما تحب تعرف بناخد قد ايه سكر، قد ايه زيت في البطاقة، التموين، ولا بلاش؟ كفاية كده يعني. لا كفاية كده. طيب. طب قول لي استاذ محمد عوض، ايه رأيك في كلمة عوض دي؟ عجبك؟ انت سعيد باسمك؟ والله يعني ما كنتش مستظرفها زمان، وقلت ايه عوض دي؟ قالوا لي اصل يا سيدي جدك، قالوا لي كده. أيوة. النسوان القدام يعني في الاسره. قالوا لي ان جدك. الستات القدام. الستات القدام. ايوه. النسوه. النسوه. ايوه عشان تبقى مظبوطه. ايوه. قالوا لي اصل يا سيدي جدك جه على مش فاهم كام بنت، وكان ابوه نفسه يجيب ولد، فجاله الولد فصار عوض. طب ليه بقى كان حقهم يقولوا عوض؟ المفروض عوض. لا، ما بيظهر لهم لدغ في الواو. تصور لما يبقى الممثل الكوميدي محمد عوض. صعب قوي. هم ينطقوها على اي حال في الخليج كده. عوض افتكر. ليه؟ عشان يعني محمد عوض يعني. كانوا يقولوا لي كده في ال. كانوا يقولوا لك ايه؟ محمد عوض. محمد عوض. طب قول لي انت واخد شهاده ايه؟ دراستك يعني. ليسانس اداب، وخدت قسم دراسات نفسيه اجتماعيه. يا ده خطير للغايه. وخدت الدبلوم المعهد العالي للفنون المسرحيه. ده شيء عظيم جدا. الله يبارك فيك. الله يحفظك. لكن دراستك في العلوم النفسيه وكده بتستعملها على المسرح؟ تستفيد من علم النفس على المسرح؟ مؤكد.
او بتلاقي ناس يتخانقوا في المسرح ويزعقهم او ولد صغير بتتصرف ازاي؟ يعني هو بلا جدال يا استاذ طاهر بيبقى لي نفسي مفيد في الحياة بصفة عامة، بصفة خاصة في التمثيل عموما سواء في السينما او في المسرح او في اي حاجة، يعني بيبقى مفيد علم نفسي جدا في ان الممثل يكون دارس علم نفس. وذلك لما رحت مع التمثيل برضو دون علم نفس مهم جدا، لان اي شخصية بيبقى لها سلوك، فلازم يكون الممثل عارف علم نفس يقوم يعرف الشخصية دي تبقى سليمة ولا تبقى مش سليمة، واذا كان شخصية مريضة تبقى مريضة ليه، تبقى تتصرف ازاي. فبيبقى هام جدا لتكوين الشخصية للتمثيل عموما ان يكون الممثل عنده باك جراوند من علم النفس علشان يدرس الشخصية اللي هو هيمثلها، عشان يعملها بشكل سليم. ده كلام سليم. طيب بمناسبة الكلام على علم النفس، هل انت شخصية سوية؟ هل انت شخصية متوازنة؟ يقولون يقولون ان الفنانين بصفة عامة وعلى الاطلاق ليسوا سويين تماما، لابد يكون في صامولة مفكوكة، لابد يكون في التضاريس مش سليمة، ولازم يكون في شوية جنان شعرة، يعني شعرة لازم، واللي يقولوا عليه الابنورمال والصاب نورمال ومعرفش مين ايه وايه، بس بيعتبروا ان الفنان لما يكون غير سوي يعني بمعنى كويس، يعني بمعنى كويس، لان في بقى ناس بيبقى من شخصية غير سوية، بس ده بقى يروح مستشفى الامراض العقلية منحرف يعني. ايوه ده بقى يعني هنا الفنان يحطوه في منطقة الموهبة، في منطقة البتاع، فبيبقى كويس، يعني يكون غير سوي بيبقى كويس. ابتديت تكتشف في نفسك موهبة تمثيلية امتى وازاي؟ هي في الحقيقة اكتشفتها من خلال الكشافة وحفلات السمر، يعني كنت في هذه الفترة فترة ثانوي مش مهتم بالتمثيل، لكن بحكم حفلات السمر اللي بيعملها في المعسكرات قلدت بقى، عملت مشاهد من مسرحيات نجيب الريحاني وانا كنت معجب بيه ايامها قوي، القاء نكت ما اعرفش ايه في السهرة ايه. طبعا الغنى ما تغزنيش ما ليش علاقه بيه لا من قريب ولا من بعيد، حتى وانا صغير لا صوتك يعني صوتك يدل يعني يعني يهرب المستمع يبقى ضرب ما تغنى ايوه تمام كده. فمن خلال الحفلات دي اكتشفت انه ممكن امثل يعني، واكتشفتها بشكل اكثر وضوحا يمكن في وقت متاخر، يعني تقدر تقول عليه في الثانويه العامه، يعني في توجيه كنت بمثل قبل كده حاجات دراما، حاجات ما اعرفش مين ايه، ادوار صغيره، لكن اكتشفتها بشكل واضح في من خلال بقى مسرح حقيقي، روايات حقيقيه، كوميدي، كان في توجيه ده البدايه. لكن انت كنت مرتبط كام؟ ما تسالنيش هقول لك سنه مثلا 70. انت مولود سنه 72 يعني من 70 لحد 73 كل التواريخ تبقى كده. ايوه. طيب كنت عاوز اقول لك، يعني هل انت وانت صغير كنت مرتبط بالمسرح؟ يعني بتشوف روايات، بتحضر مع والدك في مسرح، بتشوف روايات فين؟ في الحقيقه ما كنتش بشوف الفرق الكبيره، يعني ما شفتش نجيب الريحاني على مسرح خالص ولا مره في حياتك اطلاقا، بس كنت بسمعه كتير قوي، يعني بسمعه في الراديو. يعني لو كنت اسمع الروايه 3 4 5 9 مرات لا املها، يعني بسمع الروايات دي كلها. يمكن اول مسرح شفته هو فرقة يوسف وهبي، وكان في ظروف معينه كنت بعرف اخش يعني اتفرج ببلاش. ازاي؟ يمكن حد يلتقط الفكره ويجي لك في مسرحك برضه يتفرج ببلاش. لا ما هو عشان كده لما هحكي لك ازاي المستمعين هيصدموا لانهم مش عارفوا يعملوا نفس الحكايه. هو كان يوسف بيشتغل في
المسرح اللي بيسموه دلوقتي مسرح 26 يوليو. ايوه. اللي هو الازبكيه الصيفي في جنينه الازبكيه. فكان في مدخل من مسرح الازبكيه في جنينه الازبكيه كان في نادي ضباط الشرطه. وانا كنت اعرف الغفير النبطشي هناك. فكل يوم اخش من باب الشرطه بالليل على اساس ان انا رايح نادي الشرطه، ابويا ظابط، ابويا ما اعرفش مين ايه، واجي جنب الباب واروح مزوغ داخل في الجنينه حيث الظلام دامس تماما، وافضل نايم على الحشيش على الخضره لغايه ما المسرح يطفي. كان السور سور حديد صغير قوي، حديد، كنت بقعد عليه ثلاث فصول اثناء العرض. تيجي الاستراحه يروح بالدنيا منوره، اروح نايم تاني على الخضره عشان ما حدش يشوفني. تبتدي وكان رمضان وكان يوسف وهبي بيقدم كل ليله روايه، فحضرت الثلاثين ليله في هذا المكان وببلاش. لا فعلا على رايك ما فيش حد من المستمعين هيفكر يعمل كده. وعشان كده بشتغل مسرح مقفول كمان. مسرح مقفول ما ينفعش التزوير فيه. طب استاذ محمد عوض. ايوه استاذ طاهر ابو زيد. امتى بقى ابتديت تبقى ممثل على المسارح وروايه ايه؟ وايه اللي عرف الناس بيك كمحمد عوض يعني؟ انا بدات في الحقيقه يعني اول احتراف ليا ابتديت في فرقه ساعه لقلبك المسرحيه ولمده 10 ايام، وكان مرتبي في اليوم 70 قرش بما فيه بدل السفر لان كان في اسكندريه. ففي العشر ايام كان اجري 7 جنيه. طب هايل. لغايه دلوقتي ليالي منهم 3 ما خدتهمش. ده كان في صيف 56. في خريف في اخر السنه يعني، وكان ايامها العدوان الثلاثي، اشتغلت بعد هذا في مسرح الريحاني ولمدة 4 سنين. تدرجت بين الأدوار الصغيرة خالص إلى الأدوار الثانوية إلى الأدوار النص نص إلى رابع سنة كانوا وثقوا فيا وادوني بطولة المسرحية بتاعت الموسم ده نفسه، كان اسمها حاسب من دول. بعد ال4 سنين دول أنا سبت الريحاني ورحت فرقة ساعة قلبك المسرحية، بعدها بقت فرقة مسرحية بقى بتقدم 3 فصول، وقعدت 2 سنين وبرضو كنت يعني باخد بطولة. لكن اللي خلت بقى الجمهور العريض يعرفني من خلال في الحقيقة مسارح التلفزيون، وذلك بعتبر نفسي أنا وكثيرين يعني بنعتبر روحنا يعني صناعة تلفزيونية. صناعة تلفزيون. رواية ايه بالذات اللي شهرتك يعني؟ مسرحية جولفدان هانم، كنت بعمل فيها عاطف الاشموني مؤلف الجنة البائسة، وانا اعتقد انها عرضت في منطقة الخليج بالكامل اعتقد هذا يعني، والكلام ده كان سنة 61، ده تاريخ مظبوط بقى، ده التاريخ المظبوط 61. وبعد جولفدان هانم طبعا الباترينا الكبيرة باعتبار ان ده التلفزيون، فعلا بقى التقيت بالجمهور المصري وبالجمهور العربي من خلال شرائط التلفزيون. وتوالت المسرحيات بعد الفدان، مطرب العواطف. ليه ما بتعيطش ليه؟ زعلان. زعلان؟ اه. الف مبروك. زعلان ليه ان شاء الله؟ لسه مجد. ايه مالها مجد؟ قاعده في الجنينه بتعيط. هذا صحيح؟ اه. ليه؟ المنظر اللي شافت فيه ابوها ده صدمها صدمه جامده جدا. وانت كمان يا اخي. انا البنت بتحبك وانت مش ساقي فيها يا استاذ كمال. مش ساقي فيها؟ اه. طب ده انا. ايوه. لا ولا حاجه. ما دام لا ولا حاجه بقى ابقى انا فهمت كل حاجه. انت بتحبها يا استاذ. ايوه لكن هي ما بتحبنيش انا. بتحب كمال وجدي اللي بيعيط. كمال وجدي المزيف. كمان الوجه اللي مرسوم بالبويه زيها زي كتير من البنات اللي استناها
بيخدعهم مظهري، لكن اذا عرفتني على حقيقتي هتنصدم، يا استاذ رؤوف. ماجده رايحه فين يا ماجده؟ طلع لجنبي. رايحه فين؟ وراك مطرح مطلوب. اذا عرفت المكان ده هقعد في الاوضه اللي جنبي، واذا سافرت هسافر معاك، واذا اتجوزت واحده ثانيه هطلعك منه، واذا مت هموت انا كمان. بحبك يا استاذ رؤوف. افندم ممكن سيادتك تتهوى شوية؟ اخرج يعني دقيقة واحدة لو سمحت. يا فندم مش مهم دقيقة 2 3 10 15 مش مهم، المهم نجيب نسيج. ماجدة. ايوه. تعالي يا ماجدة يا باشا، مين اللي بتقولي عليه ده؟ انت ما بتحبنيش عشان انا صغيرة وعندي 16 سنة. ايوه ده سبب. طيب وفي سبب ثاني؟ طبعا في سبب ثاني. ايه هو؟ انا اكبر منك في السن 15 سنه يا مدحت. طب يعني اذا كان عندي 19 سنه وانت عندك 20 سنه كنت حبيتني؟ يمكن. طيب انا ممكن اتظاهر ان انا عندي 19 سنه. ايوه بس انا مش ممكن اتظاهر ان انا عندي 20 سنه. مش مهم السن، كفايه ان اسمك كمال وجدي، اسم كله شباب، كله مزيكا. كمال وجد. ايه؟ ايوه كمال وجد اسم الشغل، كمال وجد اسم الشهرة، لكن اسمي الحقيقي عبد الغني ميضة. ميضة؟ شفت ازاي؟ شفت ازاي ان واحدة في سنك مش ممكن تحب واحد اسمه ميضة؟ ابوه كان بيشتغل ترابي. ترابي حنوتي مش مهم، كفاية ان انا الليلة دي كنت اسعد مخلوقة وانت بتغني على المسرح والدموع نازلة من عينيك، عايشة معاك بكل جوارحي. ماجدة. ايوه يا كمال. انا عايز اقول لك على حاجة مهمة. انتي مش بتحبيني عشان بعيط وانا واقف قدام الجمهور بغني؟ طبعا. طب ايه رأيك ان عمري ما عيطت لدموع حقيقية وانا واقف قدام الجمهور؟ مش معقول. يعني دموعك الليلة دي ما كانتش حقيقية؟ وعمرها ما كانت حقيقية. مش ممكن. مش ممكن اصدق. انت بتحاول تبعدني عني. قول لي انك بتكذب عليا. قول لي انها دموع حقيقية وانا هموت نفسي هنتحر. لا مش دموع حقيقية. اصل وصورة العبيط نمرة اتنين يكسب اخلى الظروف في العالم ولا العفاريت الزرق، ايه الخطبة، ايه الكلمة التالتة، سفاح رغم انفه الى ان شكلهم ظريف وانت قاعد تعدهم كتير. كتير منهم مسرح عالمي ومنهم مسرح كوميدي ومنهم حاجات باللغة العربية الفصحى. قال و فيهم حاجات بالفصحى؟ مسرحية بالفصحى. عملت روايتين لمولير، طبيب رغم انفه، ومقلب بسكافان ده كان باللغة العربية، والخطبة لوايلدر مترجمة يعني باللغة العربية، والكلمة التالتة اللي لمؤلف اسباني برضو مترجمة باللغة العربية اسمه اليخاندرو كاسونا من اصل عربي. يعني هو اسباني لكن من اصل عربي. وكوننا فرقة الكوميدي المصري. وعملنا فيها الترطور وعملنا مش فاهم كلام رجاله وعملنا طبق سلطه وانضم للفرقه وبقينا فرقه كبيره. عملنا الوحده العظيمه الفنيه انا وفؤاد وشويكار، وعملنا هالو دولي اللي هي اخر عمل. طبعا عظيم استاذ محمد عوض. هل انت في رايك اللي بيساعدك على انك تبقى ممثل ناجح ملامحك ولا صوتك ولا حركتك ولا ايه؟ ايه؟ هو في الحقيقة كعناصر لابد انهم يجتمعوا مع بعض. يعني الصوت لوحده مش كفاية، الحركة لوحدها مش كفاية، لازم كل هذه العناصر مجتمعة يقوموا يعملوا شخصية ممثل. يعني طعمه يعني بدأ الطعم بتاعه. طب انت بتؤمن بالفارس ولا بالكوميديا؟ يعني هندخل في الموضوع اللي بيسر في كثير من الاحوال، وهو انه الضحك بالحركات وبقصد الاضحاك، ولا الضحك يكون ليه هدف والرواية نفسها والمواقف نفسها هي اللي بتضحك الناس؟ يعني انا في الحقيقة احب
اكتر الكوميديا الهادفه، خصوصا للدول النامية بتبقى محتاجة في الحقيقة لكلمة حلوة تتقال، خاصة كل المجتمعات العربية من المحيط للخليج، يعني في منطقة تطور وفي منطقة أفكار جديدة مع أفكار قديمة، المجتمع العربي كله في مرحلة تطور بيبقى محتاج فعلا لكلمة يقولها الفنان. من هنا أنا بميل في الحقيقة للكوميديا الإنسانية أو للكوميديا الاجتماعية، ودي في الحقيقة بتخلي الضحك أعمق لكن أنا ضد الناس اللي بيحقروا من الفارس. يعني في بقى وجهات نظر، وجهة نظر بقى تانية تقول لا ده كلام فاضي، يعني الكلام الفارس الضحك للضحك ده كلام فاضي ولا يجوز ولا يصح ولا ولا ولا، في الحقيقة ما بيحطوش في مكان، لأن طبعا الضحك في حد ذاته هدف بلا جدال، ولما يستطيع الفنان أي فنان أنه يضحك الناس لمدة 3 ساعات يعني سرقهم من مشاكلهم لمدة 3 ساعات بدايين نجح في انه يضحكوا، ده في حد ذاته هدف عظيم جدا، يعني ان الواحد ينسى مشاكله. والانسان المعاصر مليان مشاكل ومليان دوشات ومليان ودماغه مزدحمة نفسيا وعقليا وكله، فانا لما نسيه ده لمدة 3 ساعات دي حكاية عظيمة جدا. طب بيكون شعورك ايه وانت بتبص تلاقي الناس بينفجروا في موج الضحك وكده وانت على المسرح؟ بيبقى مزيكا في ودني، يعني ضحك الناس بيبقى مزيكا في ودني. حلو تعبير. طب وبيبقى شعورك ايه لما تعجز عن اضحاك الناس وهم في المسرح؟ خطير ومرعب حقيقي. خاصة في المسرح، يعني في السينما لو الفيلم مش ناجح قوي يعني ما بيبقاش خطورته زي ما الناس قدامي وانا بمثل، واذا ما ضحكوش دقيقة وبعدين ما ضحكوش لمدة 2 دقايق وبعدين ما ضحكوش لمدة 3 دقايق او لمدة 5 دقايق ده يعمل لي انهيار عصبي. يعني انت ممكن تستحمل الصدمة الاولى فقط او الثانية، لكن تكررت الحكاية خطير. لكن اظن على الممثل الكوميدي انه يكون ثابت القدم، انه يكون عنده قدرة تحمل، يعني لو فاتك منه موقف او نكتة بيستعد للتاني، اللي فات منه التاني ممكن يلحق روحه الثالث وهكذا. لازم شوية عضلات يتحمل الصدمات النفسية المتبتة. لكن لابد يكون كمية الضحك في النهاية مقنعة. وإلا بقى العرض فاشل، ويبقى الجمهور باعتباره الحكم الاول والاخير بيقول العرض ده فاشل. طيب تقدر تقول لي، طبعا الممثل على خشبة المسرح وخصوصا الممثل الكوميدي بيتعرض لمواقف ومآزق وحاجات مفارقات غريبة جدا، طبعا بتكون رصيد ذكريات او رصيد حواديت لطيف، ممكن ناخد منك حدوتة او 2؟ هو في الحقيقة في العمل المسرحي اليومي لا يخلو يوميا من ازمة، أزمة صغيرة أزمة كبيرة، لكن العمل اليوم المسرحي لا يخلو من أزمة، وتبقى بعض الأزمات مش ضحك تبقى تراجيدية، بعض الأزمات بتبقى تراجيدية وبعض الأزمات بتبقى ضحك. بنتعرض لأن بيبقى ممنوع الفنان المسرحي، ممنوع من انه يعيا، ممنوع انه يبقى تعبان، ممنوع انه يبقى زعلان، ممنوع جميع الممنوعات تماما، خصوصا المسرحي بالذات اللي عنده عمل يومي يومي يومي، مثلا هالودو ليدي في عرضها لتاني سنة، فتتخيل طبعا ان خلال سنتين الواحد ما عايش، مش ممكن، لازم مرة انفلونزا، مرة لوز، مرة كحة، مرة برد، مرة يعني لازم فلازم نشتغل بكحتنا
ولا يبدو ان احنا عندي كحه، لازم اشتغل بلوزي ولا يبدو ان عندي لوز. صحيح بتكلم عن مصر وبعمل، لكن المفروض ان انا بقدر الامكان ما دام ما يبانش. فطبعا في ازمات كتير خالص، لكن احكي لك اذا يحكي لك حدوته زنططه وسريعه من ايام الهوايه. من ايام الهوايه لانها يمكن تبقى ضحكه اكتر، ولانها ايام الهوايه. وكان على وجه التحديد في تكوين فرقه تمثيل كويت الاداب عين شمس، وكنت انا اللي مكونها لان كان لسه الجامعه جديده. وكان بنعمل روايه للرحمي. فجه العميد ناداه لي وقال لي انتوا هتعملوا روايه ايه؟ قلت له الدنيا ماشيه كده بتاعت الريحاني. قال لي ده كلام، يعني البلد يبقى فيها احداث وطنيه، وكان في ايامها مسائل وطنيه مش فاكر ايه هي بالظبط يعني. قال لي ده كلام، شوف لا يا اخي لازم تعمل روايه وطنيه جنب الروايه الكوميدي، ما يصحش كده يا عوض. برضه في ضيوف وفي اساتذه ومش فاهمين ايه، ولازم تبقى روايه وطنيه. قلت له ده الحفله يا فندم فاضل عليها ثلاث ايام، بقى اجهز امتى؟ قال اتصرف لا سمح الله. لا 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 يا ابني. في الحقيقه اتزنقت وقلت طب يا ربي طب هلحق اعملها ازاي دي. المهم انا مروح وسرحان خالص في المشكله دي، وانا في العتبه كان في موقف اتوبيسات هناك جابني من شبرا ودانا البتاع ومروح، فلقيت واحد قاعد في الاتوبيس قدامي وفاتح الجرنان على الصفحه الاخيره ومسرحيه فصل واحد تأليف الأستاذ بكاسير. أيوه. الله يرحمه. لأنه برضه هو ده مؤلف جولفيدان هانم. يعني يمكن يشاء القدر إني في الهواية عملت رواية وطنية وبعدين جولفيدان في الاحتراف. فبصيت على الصفحة من وراه لقيتها مسرحية وطنية من فصل واحد وحاجات زي كده. رحت نادي الواد على الجرنان، خدت جرنان قريت لقيت رواية من فصل واحد في مكتب رئيس جمهورية أمريكا، أنا ناسي اسمه في الفترة دي كان مين. والمهم أنه عنده في مكتبه ميسيس روزفلت ومعاه سفير بريطاني ومعاه سفير إسرائيل ومعرفش إيه، وقاعدين بيتكلموا وهي رواية وطنية وحاجات كده، وهل من مصلحة أمريكا إنها فعلا تساعد إسرائيل ولا إيه ولا إيه؟ رواية وطنية. كأنه نفس الموقف النهارده. تقريبا. أي. قريتها لقيتها تصلح وهي فصل واحد هيت يعني كويس، والباقي جوه الجرنان. رحت راجع الكليه ووزعت الادوار، خدت انا دور رئيس الجمهوريه رئيس جمهوريه امريكا، وبسرعه شديده اديت لواحد دور سفير اسرائيل ودور سفير انجلترا. وايامها جبنا ممثلات مش تلميذات معانا في الجامعه، ممثلات من بره، واحده فيهم ب2 جنيه والثانيه باين بجنيه ونص، وما بيعرفوش يقروا ولا يكتبوا. والمهم ان قلنا يعني هنتصرف، ويبقى يعني نتصرف مش ضروري الحفظ يبقى كويس. وانا حطيت النسخه قدامي على المكتب، وحطينا نقينا فوتيات كبيره من اوضه العميد حطيناها على المسرح عشان تسمح ان كل ممثل نحط وراه الملقن بتاعه. ايوه عشان يلقنوا. بدات الروايه والروايه قدامي على المكتب. يعني الملقن ينام تحت الكرسي ورا الكنبه ورا الكرسي ويلقن، كل واحد يلقن اللي قدامه، والجمهور مش شايفه طبعا. والجمهور مش شايفه كويس، والاساتذه قاعدين كل الاساتذه بتوع الكليه واساتذه خواجات موجودين. وكان الاستاذ انيس منصور كان ايامها معيد في الكليه في قسم فلسفه، قاعد بيترجم للدكاتره الخواجات اللي ما بيفهموش عربي بيترجم لهم الروايه. وبدات المسرحيه، وكنا بقى طبعا الجزء الاولاني ضروري يكون محفوظ اكتر، فمشينا ثلاث اربع صفحات وانا بقلب برضه في الروايه وماشي. حصل خطا بسيط، وهو ان اللي قاعد ورا سفير اسرائيل ملقن سفير انجلترا، واللي قاعد ورا سفير انجلترا الملقن سفير اسرائيل. ده بسيط، ده اخر لخبطه. فابتدى الملقن يقول للممثل، فيقول له لا ده مش كلامي، ده مش كلامي، لا لا لا. فدوك يزغطوا ويقولوا ده ده ده. ابتدينا ما نعتمدش على الملقنين لان الملقنين غلط.
ابتدينا اعتمد على ذاكرتنا على الذاكره واحنا مش مذاكرين. فبصيت لقيتهم من صفحه 3 لقيتهم بيكلموني في صفحه 9، فاقلب انا في الكشكول على صفحه 9 لهم رجعوا لي تاني على صفحه 4، ارجع تاني على صفحه 4 عشان الحقهم نلاقيهم بغبغنا تماما ولا خبطنا تماما والجمهور مش فاهم حاجه ابدا 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 لان احنا قاعدين بنعك فيما عدا الاثنين اللي وانا في الكشكول على صفحه 9 لهم رجعوا لي تاني على صفحه 4، ارجع تاني على صفحه 4 عشان الحقهم نلاقيهم بغبغنا تماما ولا خبطنا تماما والجمهور مش فاهم حاجه ابدا 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 لان احنا قاعدين بنعك فيما عدا الاثنين اساتذه خواجات سعداء جدا بالروايه عشان مش فاهمين لان انيس منصور بيترجم لهم روايه تانية خالص غير الثمن والاساتذة عاديين هم دول الاثنين السعداء الوحيدين. واضطريت ان انا طبعا اقوم عشان اقفل الستاره لان طبعا ده كان فاضي وكان الجمهور كان هيبتدي يضربنا بالقوطه لو كنا استمرينا. وابتديت اشوف ايديهم بتتمد على الجاتوه والتورته والفاكهه اللي موجوده اللي كان فيه بيبقى فيه بوفيه هو قدام الستار عن اول روايه بنعملها على مسرح كل الاداب بفشل شديد للغايه. لكن الحمد لله اللي ما تتكررش بعد كده. لا الحمد لله لا بطلنا. استاذ محمد عوض حبيبي قلبي شايف المدام بتاعتك قاعده دلوقتي وانت بتتكلم حاطه ايديها في جيوب البلطو وتبص لك باعجاب لا مزيد عليه، نظراتها يعني بتعمل لك اطار غريب قوي. ما هي فايه الحكايه يعني؟ هي فرحانه بيك هي. ما عجبها شديد ده دي عينها هبله. وعشان كده انا اتجوزتها. لازم. لا لقيت اكثر المعجبات بيا هبلاني واتجوزتها. لا دي ست عظيمه جدا الحقيقه. تسمح لنا ان احنا نسمع صوتها ولا انت راجل حمش ما تحبش الست بتاعتك تنكشف على حد؟ لا ما هو مدام ان هتاخد صوتها بس يبقى كويس قوي. ايوه مدام ايه رايك في استاذ محمد عوض في البيت؟ راجل شايف هو بيهرب ازاي؟ مش عايزني اتكلم. لا اتكلمي وقولي بالظبط. طب ما انت كده هتودينا في داهيه. انت كده هتودينا في داهيه باذن الله ان شاء الله. انت بقى بره البيت مدهون ببويا الظاهر. لا هو اصله مش مظبوط كده. يعني قولي اللي انت عايزاه. قولي اللي انت عايزاه بحريه. شايف التهديد؟ شايف التهديد؟ ياكي يعني قولي الحقيقه يعني بس هو تقولي الحقيقه يعني ايه قولي يعني خدي راحتك في الكلام. قولي بس ما تقوليش. بس ما تقوليش اوعى يعني لا قولي ياكي ما تقوليش طبعا. وديني واقف اهوت. هات خرزانه يا ابني ولا حاجه عشان خفت انت خلاص. خفت انا خلاص. هو راجل كويس؟ طبعا. يعني كويس جدا. يحب اتمشى شويه طبعا. اتمشى شويه وارجع لك. ما تخافش احنا عارفين شجاع جدا تقدر تقول في مواجهتك. تفتكر انك تخوف انت يعني ناس كتير قوي؟ لا ما بخوفش بس هات الخرزانه يعني مش كده بطلب خرزانه يعني عايز اسلحه. طب هل هو رجل مرح داخل البيت؟ هو رجل طبيعي يعني داخل البيت. احيانا بيكون مرح واحيانا بيبقى جد زياده عن اللزوم. احيانا يبقى عصبي. لما بيبقى جد زياده عن اللزوم بيبقى شكله ايه؟ اصل يعني الواحد يقرب طبعا يعني ها؟ لا بيبقى شكله ظريف قوي. مفيش ساعه بتزهقي تقولي له يا اخي اشمعنى بس بره قاعد تضحك وتعمل وين اصحابك وبتاع وساعات جوه البيت كده ولا ها؟ لا هو يعني شخص طبيعي. يعني طبعا مش بيضحك طول الوقت كده بدون مناسبه. لكن يعني شخص طبيعي. طب اسالك سؤال. مش كفايه كده الفنان اللي... لا مش كفايه. أيوة. أيوة. الفنان الكوميدي بيتعرض كتير على المسرح. أيوة. لانه يعني يخرج شويه في نكته في كلمه في حركه تكون قدامه ممثله دلعه شويه ما اعرفش ايه الى اخره يعني. دخلت انت على اسئله صعبه. طبعا بتروح المسرح انت. طبعا. بتبقى شعورك ايه؟ لا الحقيقه ما اتضايقش. ما اتضايقش على الاطلاق. انت اتجوزتيه وهو ممثل؟ اتجوزته في بداية حياته الفنية يعني. في بداية حياته الفنية. وعارفة ان ده شغل الممثل يعني. طبعا. ومفيش اي مشاعر غيرة او خلاف او كذا او كذا او كذا. لا لا. ولا كمنه هو راجل طيب. لا هي حاليا فعلا يعني ما تتأثرش بمسائل غيرة وبتاع. لكن زمان لما كنا لسه مخطوبين. وفي مجال للغيرة. وكان لسه مش متعودة هي على الوسط
الفني والحركات على الوسط الفني كان بيجي يجذرني في مسرح الحان. من التقاليد المسرحيه العاديه خالص ان رجاله وستات نبوس بعض اول ما نلتقي في اول الليل. اتفضل. يمكن حد عاوزك تعمل له مسرحيه ولا لا؟ لا ما يعني قول له مش انا مش انا في قطر دلوقتي. انا في قطر. فمن التقاليد العاديه عندنا في المسرح ان نبوس بعض. واذا ما بوسناش بعض يبقى متخاصمين. ايوه دي تقاليد عاديه خالص السلام يعني. بس شافتني بقى بوس واحده على الست. اتفضل بقى يكملك وعينك ما تشوف الا النور. ايوه فعلا كانت في العلقه يوميها بقى بالخربانه اللي انا كنت بطلبها دلوقتي. وابتديت اشرح لها يا ست دي التقاليد المسرحيه بتاعتنا والله العظيم اذا ما كناش بنبوس بعض يبقى احنا متخاصمين وان ده سلام عادي خالص وان البوس ده لا يعني شيئا ولا لا لا فلا فلا وحاجات. طب مدام تحبي حد من ولادك يبقى ممثل كوميدي؟ ما عنديش مانع. ايه السبب يعني؟ يعني بحس ان اي واحد عنده موهبه فنيه يعني بيعيش حياته مرتين يعني. حياه بالطول والعرض. بالطول والعرض. والعمق. والعمق. كويس ماشي بجد. ماشي الاسئله ماشي. طيب. بلاش خرزانه يا ابني. بلاش خرزانه. طيب. استاذ عوض بقيت نجم في روايه ايه؟ في جلفدان. في جلفدان. عاطف الاشموني ده مؤلفتنا البائسه. ايه الثمن اللي بيدفعه الممثل خصوصا الكوميدي عشان يصل الى مرتبه النجوميه؟ سؤال صعب ده. انت واخد علم نفس. في الحقيقه زي ما لخصت لحضرتك قبل كده بيبقى مشوار طويل قاسي جدا. اهم العناصر في الحقيقه هو الاخلاص المتناهي. حب العمل الى اقصى حد. ممارسة العمل ممارسة المسرح في الحقيقة بيبقى مشوار طويل ومرهق عشان لان اصلها يعني قصة مش سهلة في الحقيقة يعني. الدراسة المستمرة. الواحد لازم يقرأ لازم يشوف لازم يمارس لازم ايضا مع كل ده مع طبعا مع الاخلاص وطبعا اصلا لازم يكون مع الموهبه. يعني بذل متتالي وفي كل مره عمليه خلق بتخليه يعني زي ما يكون بيصفي كل خلاياه. مسؤوليه كبرى. مسؤوليه كبرى. ايضا مهم جدا ان الفنان يبتعد عن الغرور. هام جدا. وانت مبتعد؟ انا مبتعد. تماما. ده يمكن لو حبيت اقول صفه كويسه في نفسي فاقول دي. امال مين المغرور؟ اللي ما وصلوش او اللي مش ناويين يوصلوا اكتر مما هم عليه الان. كل ده عشان يبقى الممثل نجم. وحينما يصير نجما تتضاعف مسؤوليته ويتضاعف الجهد ويتضاعف الاخلاص ويتضاعف المسؤوليه بتضاعف. طب ايه المقابل بقى اللي بيحصل عليه النجم؟ بيديله ساتسفاكشن بيديله قناعه بهذا اللون من بهذا اللون من الحياه يعني. يعني اعظم حاجه في الحياه ان الانسان يحقق اماني. فاذا كانت اماني الممثل ان يصير نجما فتحقق الهدف. ودي بقى مسألة يعني يبقى الإنسان حقق نفسه حقق ذاته حقق أحلامه حقق يعني أحلامه. الرضاء الفني يعني. إنه يبقى المتعة الفنية. المتعة المستمرة بقى في لقاء الناس في إنه يسمع ضحك الناس في إنه ينجح في إنه يسعد الناس. مسألة كمان يعني ثمن عظيم. ثمن عظيم بيدفع قصاد ده خصوصا المسرح يعني ما بقاش مبالغ لو قلت لك انه بيدفع عمره.
يعني سيبك من الجهد الكبير وفي الوقت نفسه بيستمد عمره على المسرح ويستمد عمره من العمل. طيب. ايه رايك في صوتك الاجاش العريض ده؟ معجب بيه؟ هو في ناس كتير يتهيألهم ان ده مش صوت حقيقي. ليه؟ بيحس ان يعني صوت مستعار حاطط حاجه في بقه. بيتهيألهم كده. بيتهيألهم كده يعني. يعني ناس كتير يقول لما يقابلوني في الشارع او يتكلموا معايا او بتاع يقول شايفه يا اختي ده صوته كده حقيقي يا سلام كده. لكن اهو يعني انا مبسوط منه من ناحيه انه بيعمل هو احد الملامح الشخصيه للشخصيه. عامل شخصيه للشخصيه. طب غنيت انت بالصوت ده يا ترى؟ ما حصلش انك غنيت ابدا؟ غنيت في مطرب العواطف لحنين لبليغ حمدي كده مره واحده. مره واحده وكان ايامها يعني لسه خارج من اغاني ام كلثوم ملحن ام كلثوم. يعني فجي لحني وكان هو التسجيل كله كان على البيانو بس. البيانو. وكان الموزع الكبير اللي اسمه اندريا رايدر الله يرحمه برضه كان هو اللي بيعزف على البيانو وما كانش يعرفني وما كانش يعرف ان انا ممثل مسرحي وان دي روايه فكاهيه. ففاكر ان انا واد غني اصطدت بليغ حمدي وقلت له يا بليغ اتفضل انا عايز اغني. انت بتلحن لام كلثوم؟ عايز كلام؟ عايز كلام اتفضل. يعني فاكرني مطرب. فابتدينا التمثيل فصدم صدم صدمه شعواء مطرب العواطف. وعلى مضض شديد وبقرف شديد بين على ملامحه وهو قاعد على البيانو بيعزف البيانو وانا بسجل خلصت الاغنيه. وكان بقى وصل التقزز الى مداه. كان عاوز المطرب الجديد ده يضربك يعني عايز يقوم يضربني فعلا. وخلص اللحن وقام لابس الجاكيت وعايز يخرج يعني على اساس انه خلص. فبليغ قال له لا لسه يا اندريا لسه في اغنيه تانية. قال اغنيه تانية؟ انت جايب القصايد ان انا داهيه ده. وجري بره الاستوديو جابوه من العتبه عشان يكمل الاغنيه وقال له ما هو مش ممكن اسجل مع ده ابدا ده مطرب ده. ففهموا كده بليغ يفهموا ان دي مسرحيه كوميدي واني مش فاهم ايه وده ايه عشان يقبل يرضى يقعد على البيانو عشان يسجل معايا. لكن وقتها طب نسمع كده صوتك في مطرب العواطف. بريت الموت ليه وقفلت الباب عليه؟ بريت الحزن ليه وقفلت الباب عليه؟ لو سابك يوم شبابك لو سابك يوم شبابك الدنيا تسوى ايه تسوى ايه؟ يا حلوة في احتجابك حرام يدير شبابك يا حلوة في احتجابك قول السبب عذابك الله لا يكسبك مش وحش قوي للدرجه اللي انت بتقول عليها يا باي. دي مجامله رقيقه ولا لا؟ ولا انا نفسي حلوه يعني. انت نفسك حلوه قوي طبعا طبعا. والجمهور راخر نفسه حلوه في انه رضي يسمع الاغنيتين. بتحب انت مين من اصوات الممثلين
الفكاهيين وهم بيغنوا. هو في الحقيقة من الكويسين اللي عنده ودن كويسة ودن للصوت. وما كلهم يدعو كلهم زي حالاتي كده مقززين في الغناء يعني. لكن اللي عنده ودن أمين عنده ودن، أمين الهنادي، فؤاد عنده ودن موسيقية، مدبولي برضو عنده ودن. وانت عندك ودن؟ عندي ودنين بس مش موسيقيين يعني، لكن كلهم صوتهم أعوذ بالله من نفس هذا الطراز يعني. كلهم. طيب ايه رأيك في تكوين الكوبليهات الاثنين يعني دويتو اثنين يبقوا مع بعض باستمرار يعني فؤاد وشويكار؟ مين كمان؟ كان في دوتات كثيرة زمان في الوسط الفني في الفكاهة ايام فعل الف خصوصا. يعني كان في بيجو بلمعة، كان في الفتاوى وفي هلاو. كان في دوتات. طب انت ممكن تبقى دويتو مع مين ولا ما تحبش؟ في الحقيقة ما حبش. لكن انت بتحب دلوقتي. انا بحب. لكن انت دلوقتي مع فؤاد وشويكار. كفتاتي مش دائم لان يعني من خلال الكوميدي المصرية فرقتنا يعني دي مرة عملناها من باب الفاكهة، لكن العروض القادمة هو هيبقى مستقل في الرواية وانا هبقى مستقل في الرواية ويبقوا الكوميدي المصرية شعبتين ونلتقي تاني بعدين. لانه في الحقيقة بيبقى سلاح ذو حدين الدويتات ومحتاجة التصوير باستمرار عشان الناس تحس بالتجديد. بس واحد زي فؤاد وشويكار ده دويت ناجح. يعني متصلين على بعض يعني. وده بيحملوا مسؤوليه انهم باستمرار عشان يقدموا عمل ناجح انهم يعملوا بيعملوا جهد كبير في انهم عشان يظلوا في الصوره الجميله اللي الجمهور بيحبها. مدام احسن روايه بتحبيها للاستاذ محمد عوضي؟ ده سؤال صعب. يمكن اقول لسيادتك اغلى روايه عندي يمكن جلفدان هانم، لان هي البدايه يعني. يعني ليها ذكريات عزيزه يعني. دي اللي شهرته يعني. كنت معاها انت في جولفدان هانم؟ قصدي بتستنيه في المسرح لما يخلص. طبعا. وتاخد ايده تحط ايدك في ايده انجاجيه وبتاع. أيوة. ويستند عليكي. في الحقيقه كنت حامل في الشهور الاخيره في ابني الصغير. اللي هو عاطف، وسميناه لما اتولد بقى عاطف تيمنا بعاطف الاشموني. بطل جولفدان هانم. طب استاذ عوض، انت في دور في اي روايه انت حسيت فيه انك ارضيت نفسك يعني وصلت الى القمه فعلا او يعني ما يقرب من القمه؟ طبعا دور عاطف الاشموني ده من ضمن هذه الادوار. روايه اسمها نمرتين يكسب، لان كان فيهم اربع شخصيات ودول كانوا محتاجين لعب يعني لازم يتلعبوا الاربع ادوار لانهم اخوات وكل واحد له خلق وله سلوك وله شكل مختلف تماما عن اخوه التاني. اربع اخوات. وده في المسرح صعب جدا. لما قدرت اعمل هذا الاستقلال السلوكي وفي الشخصيه وفي السلوك وفي الشكل بين كل شخصيه والتانيه، كنت حاسس ب برضا يعني عن نفسي. روايه يمكن ناس الجمهور العريض ما يعرفهاش قوي لان عملتها في المسرح العالمي اللي قلت لك عليها بتاع المؤلف الاسباني، اسمها الكلمه الثالثه. دور كان يعني محبب الى نفسي قوي لانه له ابعاد كتيره في الحقيقه، وكان محتاج ل عشان يتلعب الشخصيه دي يعني عايز شويه كنافه كويس يعني. بتقدر بتقدر تعمل كنافه كويس؟ احيانا واحيانا لا. يا بخت مراتك بيك. كنفاه بالكنفاه في المطرح. طيب استاذ محمد عوض، انت تلميذ الريحاني او معنى اخر هل انت امتداد لمدرسه الريحاني؟ يعني ارجو ان الريحاني يوافق على هذا. طبعا الريحاني كانسان عظيم، انا بقصد ارجو ان الريحاني يوافق ان انا امتداد لمدرسه. أنا واخد بالي، أنا واخد بالي من اللي بتقوله. أنا مش بتكلم على الريحاني كشخص ولا كمدرسة. هل أنت من هذه المدرسة؟ ولا أنت يعني من مدرسة أخرى؟ لا، نفس المدرسة. نفس المدرسة بتاعت الكوميديا الإنسانية، الكوميديا الاجتماعية،
اللي هي انا بتكلم على المدرسه الفنيه، الطريقه، طريقه الاداء. لا انا بالمعنى العام يعني ككوميديا انسانيه ككوميديا اجتماعيه انما بالمفهوم ده انا اقول ان انا انما طريقه الاداء مختلف ولا شك. لا مختلف تماما. يعني انت مدرسه يعني يمكن الصوت في شبه يمكن ما اعرفش من ايه يمكن ايه، لكن انت مدرسه حد في طريقه الاداء؟ لا يعني انا احب المسرح شاب ودكم يعني بحكم سنهم كان مسرح يعني استي قوي هذه الحركه كده انا يعني احب المسرح الشاب الحركه كتير كده. طب ممكن في جوله سريعه ناخد خصائص زملائك الفنانين الكوميديين، تجرؤ والله ولا تتحرج؟ والله ايوه اتحرج. هم كلهم عظام و موهوبين جدا وطعمين جدا وعسل جدا كده يعني اقدر اقول كده يعني خلصت يعني خلصت يعني. طب ليه مفيش كوميديانة يعني لمعت قوي زي شويكار مثلا ومين تاني؟ خيرية كوميديانة كويسة. ايوه خيرية احمد. نبيلة السيد كوميديانة كويسة. طبعا كان في الله يرحمها ماري منيب كانت كوميديانة كبيرة. طبعا زينات صدقي كانت كوميديانة كبيرة. انا بقول الجداد يعني. الجداد الجداد ما مفيش كتير يعني. مفيش كتير يعني الرجال الكوميديانات اكتر كتير. حصل في مرة انك قمت بدور واحدة ست على المسرح؟ على المسرح وفي السنة وفي السنة في المسرح يعني في رواية ايه؟ يعني راجل عمل ست لكن ست من الاول للاخر لا لا طبعا خصوصا صوت دي ايام الهواية قوي زمان قوي واحنا عيال قوي لكن وانت كبير لا ما حصلش. اظن تبقى ست بالصوت ده فظيعة عالية جدا يعني وتدعو قبل ما تتجوز لازم تتطلع يعني اول حاجة تعملها تتطلع الاول قبل ما تتجوز. بس وشك حلو والله. ميرسي ميرسي يا متشكر يعني على الله يكون مستمعين سامعين الحديث يعني على الله. طب هسألك اسئلة سريعة كده ربنا يستر. قال يعني اللي فات كان بطيء. اتفضل. لو كنت انسان غير محمد عوض كنت تحب تكون مين؟ كنت احب ابقى دبلوماسي. انسان انسان تقول لي مين؟ مين؟ تقول لي اسمه. مش بقول لك فالدهايم. دبلوماسي. يعني كنت تحب تكون دبلوماسي فعلا؟ ولما تنقي دبلوماسي تنقي اعلى دبلوماسي في العالم. العالم طموح قوي. ما هي دناوة بقى. ما هي دناوة تقولي شخص. طيب لو كنت حيوان لما ارجع غير محمد عوض. لا لو كنت حقيقي حيوان. حيوانات جميلة جدا. في بقى في. كنت تحب تكون ايه؟ كنت احب ابقى قرد. يعني بلاش اقول لك حمار يعني عشان يعني بلاش لان الحمار اصلا حمار قوي فخليه قرد ظريف كده برضه ياكل سوداني برضه ويتنطط ويتنطط طب لو كنت ووشه احمر. لو كنت طائر طير يعني لو كنت طير لا اطير حواليك لا اطير حواليك يعني الهدهد ظريف ايه ظرفه يعني الوانه كده الاجنحه بتاعته الوانها جميل وما بيدبحش وده مهم قوي يعني كنت هقول لك حمام بيدبح ساعات بيدبحوه في بعض الاساطير عشان مش عارف دمه يعمل ايه عشان واحده تحمل ممكن ارجع في كلامي ممكن ارجع في كلامي وابقى مثلا حدايه عشان ما تدبحش ابدا. لو كنت نبات كنت تحب تكون ايه؟ انا احب الملوخيه شخصيا واحب البامية بس هقول لك احب ابقى ملوخيه. اسمح لي تصور بقى يعني من نبات فل فل ايوه فل ياسمين ايوه تكون فل ايوه وكان الراجل يبقى ماسكك ويجري على العربيات ايوه ويعلقه في 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 صدور الحسنوات ولو ان مرتي الحمد لله ما خدتش بالها منكم. طيب
لو كنت جماد كنت تحب تكون ايه؟ جماد. يا سلام يا سيدي. كنت تحب تبقى لو كنت جماد كنت تحب تبقى ايه؟ يا سلام على السؤال. ايوه يا سيدي. كنت احب ابقى مكتبه. يا سلام. شفت دي؟ شفت دي؟ ايوه. الناس يقروك والناس يحطوا جوايا كتب. ما انا بحاول اجلها ما عندهم. ما انا بحاول اقراك دلوقتي. او خزنه. او خزنه. عشان الناس تحط كل فلوسها جوايا. شفت انت؟ وتاخدها انت. يا ريت باعتبارك خزنه. تبقى بايخه لو خدوها تاني يعني. لو كنت لوحه. مش لوح. اسمي لك اسمها ايه بتاعت الجوكوندا. يا سلام. شفت ازاي؟ تعرف عنها ايه الجوكوندا؟ ما اعرفش حاجة عنها ابدا اكتر من انها بتدع في اللوفر وغالية قوي، واني لما تبص لها من اي مكان هي ما تتباعش، هي معروضة في اللوفر بيدعوا النسخ بتاعتها. النسخ بتاعتها التقليد. لما تبص لها من اي مكان تلاقيها بتبص لك. بتبص لك. انا استغربت قوي في الحقيقة لما قوي على الكلام ده ما صدقتهمش. لا فعلا فعلا. طب لو كنت آلة موسيقية كنت تحب تكون ايه؟ القانون. يعجبني قوي القانون. ايوه. لما بسمع شرقي بيبقى وبه. هو بيقول كده. ايوه. طب اخر حاجة اسألها لك يا استاذ حمر عوض. حمر. ايه الاغنية اللي خلتك تحب؟ قطتي صغيرة واسمها نميرة. عشان كده رحت للقطة الكبيرة. لا. كانت صغيرة. مين الممثل الكوميدي العالمي اللي بيبهرك واللي بتتمنى انك انت تعمل بعض اعماله؟ بلا جدال شارلي شابلن. شارلي شابلن. وانه برضو مدرستنا بتاعت الكوميديا الانسانية والاجتماعية تعتبر يعني نفس المدرسة. هو شارلي شابلن من مدرستك تقول من مدرستنا. يعني بس بقى يعني العميد يعني زي ما تقولي العميد بتاع المدرسة. طيب استاذ محمد عوض اشكرك واحييك ومضطر ان انا انهي هذا الحديث الظريف لان الشريط خلص. انا اللي اشكرك جدا واحييك واحيي كل المستمعين بقطر العزيزة الحبيبة ونرجو ان احنا نلتقي بالشعب العظيم ده قريب ان شاء الله. أيها السادة، مع السهرة المفتوحة نلتقي في الأسبوع القادم إن شاء الله مع أطيب المنى طاهر أبو زيد.